بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يا مشافعي أو نسام رونغوزي أو وكان جلي من يزن سبحانه وتعالى كاكا شكيزا حجة جلزو إلى دي سورة إجواتو شليا يعني سورة العنصري وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري أو نسا رمزن زمن زمن باب ملانغو العلم قبل القول والعمل دم دوسما وكنا علم قبل رونغوة نوفاني استندوا والدليل قوله تعالى دليل ميزم بيو فعلم أن يعني أنه لا إله إلا الله

وكاي سورين ونشاط العصري وحدها ميكي ويو تكفي لقيام الحجة جو تشيليا مروهي حجة على الخلق جولي زو بزم نزيمو ليتعلموا وصومي ويعملوا ورمية ويدعوا وهيروان روابي دعوة ويصبروا وصبرية نيزيكا وزيبارا ناشيها وعبين دني حباو زيرو وهي فما بالك بس يقولون جيجي بباقي السور القرآن باقي السورة باقي يا القرآن فالقرآن كله هو حجج من القرآن فيها زو حجة زو دليلي زو نساو لبوف نو تكوفو من يزيون سبحانه وتعالى أمير المؤمنين أو ملانغو أمير المؤمنين في الحديث هو إذا كتابه صحيح البخاري هو صحيح البخاري باب ملانغو العلم قبل القول والعمل لمنصوما قبل أورونغوا نشتدوا وذكر الدليل أفبنا دليلي فلا بد أولا بس يبود من من العلم دو قبل القول والعمل قبل ورنغوا نوفيستدوا فلا يصح كينو كيري أن يعمل بلا علم دو روميا وسنا علم وإلا كان في شبه لبن